ديالك اجي نفسك ليش ليا انا سي بوكرين تيرباتين صحيتي دتو الزلامت دتو الزلامت شحال هيرا دتو دنت الزيت تليت كان الكلوب كان نادي غطو ها تليت كان نادي غط غير دتو الزلات كرياضة يا هواية غير هواية مزيان ميش تقرات هذا قا حساس من الكوليج تمانا المدرسة المدرسة نتزعل النتائج حلمت شوية نسيت كرة الرياضة الرياضة تحلى يمي في الصحة العقل أو الردة فوالا برافو إلى جانب خصة التلا والتغري فوالا بتاع هاد الحال تمام بزاف حنا دابا كنتدربوا في هاد الرياضة وحنا كنتدربوا هادي شهر باش نشاركوا في هاد السباق وكنتمنوا ننجحوا إن شاء الله علاش هاد السباق علاش شكون اللي نظم هاد السباق باش نشجعوا المراه القرويه باش حتى هي تبدا دير الرياضه وتحيد ديك الصوره النمطيه اللي عليها وكنشجعوا حتى المراه القرويه باش دير الرياضه وتحيد ديك الصوره النمطيه اللي كاينه عليها وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هذا الشيء سميت الجمعيه نادي اللي سوي لأس ترسا الغربية وجمعية دعم نبع الإحسان نبع الإحسان جمعية دعم النادي شوري ألبوم سوري مزيان هذه مدة شهر تقريبا كيفاش لقيتي ألعاب القوى ولا الجري بالخصوص هما مساعدين للصحة وكيحاربوا بزاف الأمراض وعندهم فوائد كثيرة بزاف برافو عليك وكيحيدوا السخيس من شحال من شخص اش من قراس فاش من المستوى كتقراي؟ كنقرا في ثانوي إعدادي شحال جبتي العام اللي فات؟ 12 كتمارسي الرياضة حتى في المؤسسة؟ كنمارسوها اشتركتي في شي مسابقات؟ فاش كيديروا مسابقات تاع الجري في المدرسة كنشاركوا برافو عليك شحال حتى اللي مرتبة؟ آخر مرتبة في آخر مرتبة احتلت المرتبة الخامسة الفئة ديال الفئة الصغرى كنت برافو عليك شكرا تحية شكرا وزير رئيس الجمعية
لالا جميله. السلام عليكم. بخير لاباس؟ هانيه بخير الحمد لله. لدينا الرئيسه للجمعيه اخت سيولي ليك خويت النشاط تنميه العائشه. الحمد لله هاد الفنين داد السكسي ومتير الفتيات راه تدعم من الرياضات تدور من الرياضه بزاف. المهم كلشي دائما دا تلعب من الرياضه ستاتي راه تشارك انت السباق ان شاء الله. انا وثاني خصني نميت نجن نجن العائشه لان ترجم ديالي بريدي تبعتي لنا فرد تمارس الرياضه بعدا. جميله سي جميله لاله جميله استاذ تسميع. ايوا ان شاء الله من هنا لقدام تكون شي انت مازال في الرياضيات. لا الفتيات ولا تتمين انه الرياضات مهمه للحياه الانسان ضروري خصها تلعب انت الرياضه. لا انت الانشطه انت ما ينسى الجمعيه بلا تيطغى من الرياضه. لا انت الانشطه انت الانشطه بزاف نسكر مثلا الانشطه الاعمال الاعمال اليدويه دنسكر الخياطه في المثال الخياطه الكروشيه نحو الاميه نحو الاميه دنسكر دنستقبل الايتام دنفرق الملابس يعني الملابس بل الملابس القديمه والملابس الجديده للعيد نسكر الافطار الايتام الامهات عزيز في رمضان ديال الافطار احلى فرحان فرحان الدراري الايتام انا كنكون اول مره نحسها لانه لا نسن نظام غير سهمان معناها غير كانت القيمه بزاف اللي نسنيش نحضروا نكون نسن يعني فرحان بزاف في افطارنا. ايوا نتمنى ان شاء الله نزيد قدام نتطور الانشطه ما تاثر الانشطه نتي ازني تبرت يتمارين كلشي هواسي في نقول الولادات ان شاء الله نتمنى جميع النساء المنطقه كان الاقليم تنغير ولا او تدوري ديال من الاقليم تنغير تهتم من الرياضه انه الرياضه هي مهمه ماشي انت نكوني لا تنططوه ونخاطروه ونساله لا ضروري خص الرياضه انه الرياضه ماشي ماشي مثلا دسكر الرياضه تدوخ سيكر تدوخ لا بالعكس خص تنص على الاقل الرياضه تهم تهم الصحه اولا انه الرياضه هي مهمه بزاف الامراض كان باقي مثلا القلب والشرايين هي المهم الرياضه مهمه تحل بزاف الامراض المرض السكري مثلا داك تحمي المرض السكري تيلي الحمايه بزاف يعني عدد الامراض هات هو الرياضه اني راه تسع عندو ثمين تيرات تغاد نزغط بزاف ايوا ضروري خصها تتمين تسكر انت وديك الرياضه بزاف انت تتمين تتغنى انت كران تسكر انت الرياضه انه يلا تعاون في الاهميه من الرياضه تطفي اشكون تنطط شويه الوقت اللي خطو ما تاتات وتسير على برا من غالق انت اللي خصها من المنغلقه اللي خصها تنفخ وممكن نفرض الوجود النقطي ديال الرياضات في الاهميه بزاف النشاط الرياضي فوالا تنميه المهم شكرا بزاف كل عام ربي نتمنى ان شاء الله نزيد شي نغسل قدامي ان شاء الله تجيتي المثال متمغار نختم الطوط يقول الناس مداد سليم يقول اتمنى غادي لين الامثله زين تسمي ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله حاولنا امكانيات في الفتح في المجتمع ان شاء الله شي انت ودي يتما زيرت ولا شي ران ولا قومي مزيان تنميت منك نعاون ربي شكرا جزيلا